معلم وليد، معلم وليد، تعال اتفضل. السلام عليكم استاذ احمد. معلم عامل ايه؟ الله يكرمك. ازيك يا مدام؟ ايه الحاجه جاهزه ولا ايه؟ كله تمام وزي الفل زي ما وعدتك. يا متعب. تعال اتفضل. وانت طيب يا انت بالصحه والسلامه. يا حاج محمد. اهلا استاذ. اهلا معلم وليد. السلام عليكم. مرحبا. كله تمام؟ الحمد لله والله كله 100 100. تعالى يا استاذ احمد. تعالى يا مدام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص بقى. طيب ماشي. لا ما شاء الله. بس خليك جنبي بس ما تمشيش. ها؟ ما تخافيش. لا لا ده احنا حاجتنا حاجة محترمة، انتوا بتاخدوا من عندنا على طول. يا معلم وليد احنا كل سنة بناخده منك حاجة نضيفة. البني ده شكله حلو قوي يا احمد، ده شكله جميل. اه كبير كده وشكله ايه؟ يعني هيكفي السنة دي ان شاء الله. طالما جيت عندي يبقى تاخدي اللي انا اختارهولك. مش بالشكل. امال ايه؟ ولا بالحجم. ما دي كبيرة دي مش هتصفي معاك حاجة اصلا. كبيرة ده ايه؟ ده منظر كده على الفاضي. منظر على الفاضي؟ على الفاضي بس كده. طب ما تديها لنا يا معلم وليد، يعني انا لا. شايف اللي هي كبيرة حلوة. لا لا بص بص، واحدة من الصغيرين ده هم، واحدة من الصغيرين ده هم. اهي بص اهي اهي بص اهي بص ده اهي ده اهي بص. انا مش قادر اشيلها اصلا. بص 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 انا بص عشان بص كده. ايوه ايوه بص دي هتقطع معاك دي وتصفي معاك لحم. ده ايه؟ تعرف ده ايه؟ تعرف ده صفله قد ايه؟ اه ده صفله 20 كيلو لحم. ده بجد 20 كيلو؟ اه ده اهو. حلوه يا احمد. هو حاجه بصم. اه سيب سيب سيبها سيبها ايدك وطبقه ال 10 دول وطبقه ال 10 دول ومالك عليا يا مين؟ انا ما هنضرك. انا عارف يا حاج وليد، عيب عليك، انا كل سنه بناخد من عندك، انت هتديني حاجه بس دي برضو شدت عينيا الكبيره ديت، وحسيت اللي هي كبيره ومليانه لحم بصراحه. والله عايز تاخد هو برضو. وبعدين من الاخر يعني من الاخر بس الكبيره دي عيانه. عيانه؟ اه طب كويس يا اخي. ما احنا ما نجيبش. طب عامله كام يعني؟ بس ما تتكاش علينا يا حاج وليد. انت عارف انا راجل حاجك بيت ربنا وما بحبش اجي على حد، ودي اضحيه الواحد ما بيتكلمش فيها. تمام. مش عارف اقول لك ايه يعني. قول يا حاج وليد قول. عشان خاطر الاستاذ احمد. اه 25. 25؟ اه مش ياما يا حاج وليد. مش ياما ولا حاجه. استغفرك واتوب اليك يا رب. استغفرك واتوب اليك يا رب. من 8000 ل 25000. حرام عليك يا ابني. حرام عليك يا ابني. لا والله ما انا سكت له، والله ما انا سكت له، لازم نكلمه النهارده. ماشي. ده اضحيه، دي حاجه طالعه لله، وبعدين انا مدي لك حاجه نظيفه وحاجه كويسه اضمنها برجالتي. يا عم الفاتحه فاتحه. انا ما انا ضحك عليك ولا جاي عليك في مله. عيب عليك يا حاج وليد، انا عارف. ولو ما معكش فلوس خليهم وصلوني حبيبي. ده حاجه الله، دي الواحد ما بيتكلمش فيها. في حد غيرك خلي بالك. خلاص اديله اللي معاك دلوقتي والباقي ان شاء الله. وصلتني فلوسها، وصلتني اللي عند الراجل ده اهو يزيد. انت راجل محترم. خلي استاذ احمد. انت راجل محترم. انا هنزل كده وهظبط. طب ما تجيبها معانا. طب خدها معايا. خد اصل خدها. اه انا هاخدها عشان اديها للعيال. ده انا يوم المنى. اهي 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 امسك امسك اهي 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 بص على بركة الله. مبروك علينا. على بركة الله. يلا بينا. على بركة الله. احنا كده بقى هنفرح العيال النهارده وهنبسطوهم. بص شوف بشرة خير. بص بشرة خير اهي. كل سنة وانت طيب. بصحة السلامة. انت بصحة السلامة. السلام عليكم يا حاج. ال عايز الكبيره البني بالشكل يا اختي طالعه مصيف انت. الصغيره العيانه ده ثالث احسن. ده عالم يا حاج محمد. ايوه معلم. ده نور عليك. بعت وتعورت كمان. معلش ربنا يرزقك. ربنا يرزقك يا رب. ايه يا عم مش عايز بقى كويسه؟ مش عايز تاخد نصيبك بقى من الموضوع ده. لا يا حاج وليد. لا ايه؟ مش عاوز حاجه. الله. والله ما انا عاوز حاجه. عشان زعلان عشانك يا حاج وليد. لا يا حاج محمد. لا يا حاج وليد، انت ضريت نفسك ضرر جامد النهارده يا حاج وليد. لا لا لا، ضريت نفسي. ما تزعلش، سامحني. انا سمحت الكلام بالصدفه، انت قلت لي ما تمشيش بعيد عني. حصل؟ حصل. انا سمحت قريب بقول لك انا ما بشتريش غير منك، وانا ما حدش بيبيع لي ويشتري غير انت، وانت غشيت الراجل ده وضريته.
يعني انت قلت له على الحاجه الكويسه لا ده وحش ومش هتقطع لحم، وبعت له حاجه صغيره ورفعت اسعار فوق ما تتخيل، حرام عليك. ربنا بيقول لك من غشني فليس مني. يا حاج محمد ده بيع وشراء ودي تجاره والتجاره حلال. لا يا حاج وليد، ربنا بيقول لك المثل بيقول لك الامنك لم تكون ولو كنت خايف. بس دي تجاره، ما هي تجاره واخدها غصب عنك. بيع واكسب، بيع واكسب بس بالحلال. طب ما انا كسبان يعني بالحلال. يعني ده انا لسه سايب له فلوس عنده كمان يمكن يتقبل بعد العيد. يا عم حجي لك اللي ليك هتاخده بس حرام. يا حج وليد حرام علينا، من راى منكر فليغيره. انت زي ابني وانا بنصحك لوجه الله. يعني بطلوا بيع وشراء. بيع يا ابني واشتري واكسب بالحلال بس ما تضرش، الرحمه مطلوبه يا ابني. يعني ام جين تبيعها ب 50 يا وليد؟ الحرام بفور وغير يا وليد، حرام يا ابني، الحلال حلال. بيع واكسب بس يكسب بما يرضي الله، ما تخليش حد تضحك عليه. حرام يا وليد. اللي انت شايفه حاج محمد، اللي انت شايفه انت تراضي الراجل ده وتخلص. انت هتاخد نصيبك ولا مش هتاخد؟ انا مش عاوز حاجه لما تشوف الراجل الاول. انا نصيبي اعتبره في جيبي، انا دلوقتي شوف الراجل ده الاول، واهم شيء يا ابني ما تغشش. ربنا بيقول لك من غشني فليس مني، حرام. ماشي يا حاج محمد. وده حاجه ربنا بيقول لك اخوتها يضحي بيه، يعني الثواب بتاعها انت ليك فيه كمان. طب اهو صاحبي احنا بنعمله خير اهو. لا لا لا، انا ضيعت ثوابك وضيعت كل حاجه في اللي انت بتعمله. ماشي ما تظلمش. انا هنتصرف انا مع الراجل ده. تراضي الراجل ده. ماشي يا حاج محمد خلاص. ربنا يهدي لك حالك يا ابني. يا رب. انا مطلع له 1000 جنيه. نقول له يا عم كرامتك عندي 1000 جنيه وخلاص. اهو يلا. والله بكسره.